بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة على السؤال العاشر من اختبار الفيرست لشهر 7 2018. السؤال بيقول: جذر التربيعي لـ 4 إكس باور 4 زائد 16 إكس تربيع بيساوي إيه ولا بي ولا سي ولا دي؟ بيساوي أي خيار منهم؟ مبدئيا لما بيكون عندك جذر تربيعي لـ إيه تربيع إكس تربيع هو عبارة عن إيه أبسليوت إكس. دائما وأبدا الجذر التربيعي لـ إكس تربيع هو أبسليوت الإكس. الجذر x زائد او ناقص y لا يساوي الجذر x زائد او ناقص y. الجذر لا يتوزع على الارقام المجموعه او مطروحه داخله، وايضا جذر x تربيع زائد او ناقص y تربيع لا يساوي x زائد او ناقص y، وحتى لا يساوي ابسوليوت x زائد ابسوليوت y. ما تقوليش بقى خلاص يبقى الجذر هيشيل التربيع، لا الكلام ده غلط. يبقى جذر x تربيع زائد او ناقص y تربيع لا يساوي x زائد او ناقص y، وحتى لا يساوي ابسوليوت اكس زائد او ناقص ابسوليوت واحد. الجذر التربيعي لاي بي هو عباره عن الجذر التربيعي للاي مضروب في الجذر التربيعي البي، وده فقط امتى؟ لو كانت الارقام اللي تحت الجذر اكبر من او يساوي الصفر. تعال نشوف كده باستخدام هذه الملاحظات ازاي تفيدنا لحل هذا السؤال. الجذر التربيعي 4 اكس باور 4 زائد 16 اكس تربيع، انا اقدر اخد الاربعه والاكس تربيع كومن فاكتور عامل مشترك من هنا وهنا. 4 اكس تربيع لما اخد عامل مشترك 4 اكس باور 4 على 4 اكس تربيع اداني اكس تربيع، 16 اكس تربيع على 4 اكس تربيع ب 4. ايوه اطبق القاعده الاخيره ان استطيع فصل جذر a في b، جذر a ضرب جذر b، عشان كده هقول جذر 4 اكس تربيع لحالها ضرب جذر اكس تربيع زائد 4. جذر 4 اكس تربيع لو انا طبقت القاعده رقم 1 هيبقى ايوه جذر الرقم 4 اللي هو 2 ابسوليوت اكس، يبقى 2 ابسوليوت اكس ضرب طبعا جذر اكس تربيع زائد 4. الاجابه دي فين؟ هي الاجابه دي، يبقى الاختيار الصحيح هو الاختيار دي. طبعا الاختيار سي واضح ان هو غلط لان هو عمل ايه؟ ايوه كانه طبق القاعده دي بالغلط. احنا قلنا ان الجذر جذر رقم زائد رقم تاني، ما تقوليش يساوي جذر الرقم الاول زائد جذر الرقم التاني، ده غلط. فمبدئيا دي غلط، ومبدئيا بي غلط لانه ما عملش ابسوليوت، ومبدئيا ايه غلط لانه لما طلع الاربعه بره الجذر ما قالش 2. يبقى دائما انا ممكن حتى الاحظ على طول فين الاختيار الصحيح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.